عطاف العرب من قرية شاعد من البقاع الشمالي. أنا بنت عندي إعاقة حركية من لما كان عمري 9 شهور، ما استسلمت للحياة، كملت دراستي، اخترت أصعب اختصاص بالنسبة لألي وهو العلوم التمريضية، والحمد لله رب العالمين أخذت لسانس علوم تمريضية واشتغلت بمجال التمريض تقريبا 15 سنة. حبيت أنا أن أكون عنصر فعال بالمجتمع وما حب حدا يعاملني بشفقة، حبيت اعتمد على نفسي وساعد كل إنسان هو بحاجة لمساعدة. بس صرت حس حالي أني تعبان وصرت أنه أخسر صحتي، قعدت بالبيت. عندنا مزرعة صغيرة نعتمد عليها بمعيشتنا نحن من تربية الأبقار، حبيت طور مشروع الزراعي عند أهلي وانتسبت للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، وصرت شارك عطول بالدورات اللي هن يعملوها بإدارة مشروع لايف. تعلمت الإدارة والتسويق، كنا خلال الدورة كتير مبسوطين وكان الجو كتير مريح، وتعرفنا على أشخاص من عدة مناطق واعطيناهم دعم نفسي ومعنوي، وهن عطونا كمان شجعونا على العمل الجماعي. خلال دورة لايف الممولة من USAID استلمت حلابة، وهالحلابة وفرت علينا شغل وجهد وأمنتنا شغل نظيف وإنتاجية أكبر. وبطلب من المجتمع اللي نحن عايشين فيه كمان أنه مو هيدا شخص معوق أنه ما بيقدر لا يروح ولا يجي، بالعكس الإعاقة هي بتتحول لطاقة عند الإنسان لما بده يكون مجتمعه داعمه. وبتشكر مشروع لايف اللي قدم لنا الدورات وشاركنا فيها ونجحنا بمشاريع قدرت طورت حياتنا وحسنت مدخولنا الاقتصادي. وأنا كتير مبسوطة وبشجع كل شاب وكل صبي لديه إعاقة حركية يعتمد على نفسه ويأمن مصروفه، لأنه المدخول المادي شيء كتير ضروري بالحياة، أنه يكون الإنسان هو بعرق جبينه يطلع مصروفه وما يكون عالي على أهله وعلى مجتمعه.